مشاهدينا قبل أن نبدأ النقاش أرحب بضيفي معنا مبكين الإعلامي بإذاعة الصين الدولية سيد لطفي مقدم وأيضا معنا من باريس المستشار في العلاقات الدولية السيد ناصر زهير أهلا بكم أبدأ مع ضيفي من بكين السيد لطفي مقدم سيد لطفي يعني 45 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية ما بين الصين وأوروبا يعني برأيك إلى أي مدى يمكن ردم الفجوة التي لربما توسعت في ظل أزمة كورونا ما بينهم مساء الخير يجب أن نرى بأن العلاقات الصينية يعني بين الصين والاتحاد الأوروبي هي علاقات تتعدى 45 عام تحتفل بذكرتها 45 هذا العام وأيضا هذا الاجتماع الثاني والعشرين بين القيادات الصينية وقيادات الاتحاد الأوروبي بقيادتيه يعني المجلس والاتحاد الأوروبي فيجب أن نعرف بأن العلاقات بينهما يعني صمدت لكل نعم يبدو أن فقدنا الاتصال مع السيد لطفي إذا ننتقل إلى ضيفي من باريس السيد ناصر زهير أهلا بك من جديد سيد ناصر سيد ناصر يعني ما هي المحددات لربما التي تدخل أوروبا في ظل هذه المباحثات الجديدة ما بينها وبين الصين؟ نعم تحياتي لك وللمشاهدين ولفريق العمل أعتقد بأن المحددات التي تدخل أوروبا وتدخل أساس المحادثات بين أوروبا والصين هي النقاط الخلافية المهمة الموجودة الآن وهي موضوع العدالة التجارية موضوع الاستثمارات موضوع الخلافات حول موضوع حقوق الإنسان وهونغ كونغ والإعلانات السياسية والتجاذبات بين الطرفين ولكن أساس الصراع الآن القائم بين الطرفين هو أساس اقتصادي وهو موضوع الاستثمارات والتجارة والميزان التجاري العادل مشكلة الصين مع كل الكيانات الاقتصادية سواء كان الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الهند بأنه دائما ميزان التجارة بينهما يميل إلى كفة الصين ودائما ما تحاول الصين أن تذب أكثر المصانع والشركات ولا تحاول أن تزيد من الاستثمارات مثلا الأوروبية أو الأمريكية داخل الصين هذه نقطة النقطة الثانية بأنه الآن وهذا موضوع مهم هناك اتهامات أوروبية للصين بأنها تستغل أزمة كورونا في شراء الشركات المتعثرة الأوروبية وبالتالي خرجت هناك قوانين في داخل دول الاتحاد الأوروبي منها فرنسا مثلا بأن أي صفقة أكثر من 15% من الاستحواذ لمستثمرين أجانب يجب أن تخضع لتدقيق الدولة وموافقتها أيضا ألمانيا فعلت نفس الشيء بنسبة 25% والمفوضية الأوروبية بشكل عام ستقر قوانين بهذا الاتجاه بأن أي عملية استحواذ لمستثمرين والمقصود هنا الصين بشكل أساسي يجب أن يكون هناك تدقيق من الدول المعنية حول الموضوع الأمن أو الحفاظ على الشركات الأوروبية من الانهيار هذه نقطة النقطة الثانية الخلاف حول موضوع طريق الحرير وما يسمى بالحزام والطريق الصيني الصين حققت اختراق داخل المفوضية الأوروبية بأنها وقعت اتفاق مع إيطاليا منفردة بمعزل عن الاتحاد الأوروبي وهذا ما استدعى تحرك سريع من ماكرون وميركل لعقد لقاء مع الرئيس الصيني وإفهامه بأن الاتحاد الأوروبي كتلة واحدة ولا يمكن استغلال الدول التي لديها تعثرات مثل إيطاليا واليونان وأن يكون هناك جذب لهذه الدول إلى المشاريع الصينية هذه هي النقاط الرئيسية في الخلاف الصيني الأوروبي موضوع الولايات المتحدة يؤثر على العلاقات ولكن ليس بالشكل الكبير لكن سيد ناصر يعني إلى أي مدى لربما تشعر الآن أوروبا يعني في ظل الأزمة أو الانكماش الاقتصادي التي تعاني منه بأنها بحاجة الآن في مثل هذه الظروف للصين الاقتصاد الصيني أيضا بالتأكيد أوروبا تشعر بأنها بحاجة للاقتصاد الصيني والصين أيضا تشعر بأنها بحاجة للاتحاد الأوروبي ولكن لا يمكن أن تكون هذه الحاجة بأن تتخلى أوروبا عن شركاتها وأن تستغل الصين للأزمة لتحقيق مصالحها يجب أن يكون هناك توازن بين الطرفين هذا إذا لم نتحدث أيضا عن الصراع القادم وهو المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا أو التضليل في المعلومات وما يمكن أن يترتب عليه من مطالبات وهنا نتحدث عن الولايات المتحدة أستراليا وبعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وهنغاريا ودول أخرى أيضا تحدثت عن نفس الموضوع ولكن الآن أعتقد بأنه سيكون هناك تهدئة أو هدنة لمدة عام أو عامين للخروج من أزمة كورونا أو الآثار الخانقة لأزمة كورونا الاقتصادية ومن ثم سيعود الخلاف من جديد لأن الصدام الأوروبي الصيني حتمي لا محالة خاصة اقتصاديا لبناء اتفاقيات جديدة لبناء علاقة
متوازنة بين الطرفين، علاقة مبنية على الندية وليس التبعية ولا استغلال الأزمات بالنسبة للدول الأوروبية. هذا ما تريده أوروبا. الصين دائما ما تسعى لتحقيق مصالحها، ولكن أعتقد أيضا الآن بأنها ستسعى إلى التفاهم مع الأوروبيين لضمان مصالحها وضمان أيضا انتعاش الاقتصاد في هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضربت الاقتصاد العالمي وبالتأكيد الاقتصاد الصيني والأوروبي. نعم، أعود إلى ضيفي من بكين السيد لطفي مقدم. أهلا بك من جديد سيد لطفي. سيد لطفي، يعني إلى أي مدى لربما تشعر الصين يعني اليوم وهي تدخل في يعني إلى هذه المفاوضات بالقوة، ربما يعني بقدرتها على إملاء شروطها، وبالطبع طبعا خاصة في الجانب الاقتصادي وهو الجانب الأهم؟ يجب أن نعرف بأن الصين لا تدخل يعني في يعني بطريقة من أجل يعني من أجل معركة أو حرب. فالصين خلال الأربعين سنة الماضية بتشغيلها لسياسة الإصلاح والانفتاح تواصل على الدوام بناء علاقات دولية مبنية على الكسب المشترك وأيضا على تبادل المنفعة. فيما يخص الحزام والطريق، ربما الاختراق الذي استطاع أن يحققه الحزام والطريق هو اختراق لعدم وجود ديناميكية وآليات أوروبية. يعني ولاحظنا من خلال أزمة الكوفيد 19 أن أوروبا لم تواجه كوفيد 19 على شكل كيان واحد. عندما نتكلم عن كيان فيجب أن تكون ردة الفعل هذا الكيان يعني منسجمة، لكن لاحظنا من خلال كوفيد 19 حتى أن هناك دول يعني قامت بأخذ مستلزمات لدول أخرى. فلو نتكلم عن إيطاليا، وأيضا يقصد لأن ربما هناك الكثير من أوروبا يتحدث عن ميناء البيري ويتحدث يعني عن إمضاء إيطاليا دخولها في الحزام والطريق، هو نابع من مصلحة إيطاليا، نابع من مصلحة العلاقات الموجودة بين إيطاليا والصين. والصين رغم أنها تعامل الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة، إلا أن هناك آليات وهناك يعني متطلبات في بعض الدول التي تستلزم عليها أن تدخل في نطاق هذه الديناميكية. فالصين دائما من خلال قيادتها تتحدث دائما عن الكسب المشترك وأيضا عن مصير الإنساني المشترك أو بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية. فمن خلال هذا ربما الإشكال الكبير كما الموجود على الطاولة هو التبادلات التجارية، وأيضا بالنسبة للصين هي الاستثمارات، يعني عدم غلق الاستثمارات على الشركات الصينية. معروف، هل تعرف أن اليوم حسب الأرقام التي أعطاها الاتحاد الأوروبي هناك 1.5 مليار دولار كل يوم هو قيمة التعامل بين الصين والاتحاد الأوروبي، وهناك استثمار صيني في أوروبا يبلغ حوالي 20 مليار دولار، وبلغت ذروته يعني تبلغ ذروته إلى حوالي بلغت 30 مليار دولار، وهذه أرقام يعني من الاتحاد المفوضية الأوروبية. نعم. فمن خلال هذا الديناميكية، نعم هناك ربما يعني من الجهتين كل شخص يريد أن يسوق لسلعته، لأن الآن العالم ربما بسبب كوفيد 19 بسبب التراجع الاقتصادي هناك خوف على الاقتصاد العالمي. وأنا يبدو لي بأن يعني العودة إلى طاولة الحوار، وأيضا هذا اللقاء كان للقيام ببناء اللقاء القادم الذي كان من يجب يعني من المفروض أن ينعقد انعقاده في سبتمبر هذا العام، والذي ربما سوف يؤجل أو أجل بين القادة الصينيين والقادة 27. فمن هذا يبدو لي بأن من خلال هذا اللقاء هو الأهمية القصوى تعود لبناء علاقات مبنية على الاحترام، على الكسب المشترك، وأيضا من لكن سيد لطفي يعني في ظل الظروف، يعني في ظل هذه الظروف وأيضا في ظل يعني النقاط الخلافية الأبرز، يعني ومنها أيضا يعني ما تحدث فيه ضيفي السيد ناصر، يعني هناك نقاط خلافية واسعة ما بين الصين والاتحاد الأوروبي، لكن هذه المحادثات هل من الممكن أن تخرج بصيغة يتفق عليها الطرفين؟ يبدو لي أن هناك سوف يجي يعني الطرفين في المستقبل القريب سوف يكون هناك إيجاد لأرضية يعني لأرضية بدائية من أجل التفاهم، لأن يجب أن نعرف بأن عدم التفاهم هو يضر عدم إيجاد حلول أو أرضية يعني يتفاهم عليها الطرفين هو يضر بالجانبين. فأنا أظن سوف يكون هناك اختزال المسافات وبناء خاصة
في ظهور، لأن معروف من الناحية الاستراتيجية اليوم أوروبا، رغم تحدثنا عن تأثيرات الولايات المتحدة الأمريكية التي يبدو أن لن يكون لها ثقل، لأن الاتحاد الأوروبي الآن خاصة مع الإدارة ترامب فهم بأنه هو أيضا معرض للضغوط من طرف الإدارة ترامب، فلهذا ربما سوف يقتسم المسافة مع الصين لإيجاد هذه الحلول. فهناك حلول بارزة، تفضل مثلا قانون الاستثمار الذي الآن الاتحاد الأوروبي وهذا بضغط من ألمانيا يريد تغيير هذا القانون الاستثمار، وأيضا لأن معروف بأن الاتحاد الأوروبي كان يتدخل في الاستثمارات عندما تريد يعني شركة كيان أوروبي أن يأخذ يعني الأصول في شركة أخرى أوروبية، كان الاتحاد الأوروبي له حق الرأي، والآن يريدون أن يدعوا هذه الرؤية حتى مع الشركات والأموال الاستثمارات التي تأتي من خارج أوروبا. فالآن يجب إيجاد هذه يعني هذه الديناميكية من أجل بناء هذا المستقبل، أو تقريب الرؤى من أجل إيجاد حل يضخ يعني ويصب في انتعاش الاقتصاد العالمي. وصلت الفكرة سيد لطفي. إذا أنتقل إلى ضيفي من باريس السيد ناصر زهير. سيد ناصر، يعني تحدث قبل قليل عن هدنة ربما لمدة عامين، لكن يعني هناك ملفات أساسية هي أزمة كورونا والمعلومات عنها، وأيضا ملف هونغ كونغ، وحالة التشكيك الأوروبية يعني بخصوص بكين. كيف يمكن للأوروبيين تجاوز مثل هذه الملفات، خاصة عن فترة الهدنة التي تحدثت عنها؟ يعني لا أعتقد بأن الأوروبيين سيتجاوزون عن هذه الملفات أو سيعلنون بأنهم لن يستمروا فيها أو لن يطرحوها، ولكن يمكن أن نقول بأن التجاذبات ستستمر ولكن بدون تصعيد، بمعنى أن لا يكون هناك تصعيد مثلا في موضوع فيروس كورونا والمسؤولية عن انتشارها، لا يكون هناك تصعيد في موضوع هونغ كونغ، لا يكون هناك تصعيد في المواضيع التي لا يمكن حلها في الوقت الحالي، ومن ثم الاتفاق على النقاط الرئيسية مثلا العدالة التجارية، موضوع الاستثمارات، موضوع تحريك الاقتصاد، وأيضا سياسة الصين الاقتصادية خاصة داخل الاتحاد الأوروبي. يعني إذا كانت الصين ترفض أن يكون هناك تدخلات أوروبية أو عالمية في هونغ كونغ، وهي دولة واحدة بنظامان، يعني نظامين سياسيين مختلفين، فلا يمكن أن تسمح لنفسها بأن تتدخل داخل كيان الاتحاد الأوروبي وتستغل الدول التي لديها مشاكل مالية في ميزانياتها مثل إيطاليا وغيرها وتعرض عليهم على الاستثمارات. وهنا أتحدث خاصة عن دول جنوب أوروبا، والصين لديها استثمارات كبيرة في هذه الدول، ولذلك المفوضية الأوروبية تتردد نوعا ما في اتخاذ إجراءات حازمة تجاه الصين مع كل الأخطاء الاقتصادية والاستثمارية التي تنتهجها الصين. بالتالي يجب على الصين أن تقدم تنازلات، أن تصلح آليات الاستثمار وآليات الميزان التجاري والعدالة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، أن لا تستغل أزمة كورونا التي هي بشكل أو بآخر مسؤولة عنها بأن تشتري الشركات الأوروبية وتساهم بانهيارها أو إفلاسها أو الضغط على هذه الشركات لأن تكون أو تعود ملكيتها لمستثمرين صينيين، وأيضا أن تتفاهم مع الأوروبيين ومع كل الكيانات الاقتصادية حول مواضيع أو تفاهمات أو اتفاقات تجارية، دعنا نقول تكون مبدئية بالحروف الأولى، لكي لا تجبر الاتحاد الأوروبي أن يتخذ نفس خطوات دونالد ترامب بأن يكون هناك حرب تجارية، حرب رسوم، ومن ثم نذهب إلى اتفاق تجاري. والصين متهمة كانت من قبل الولايات المتحدة وكل دول العالم وحتى الاتحاد الأوروبي بأنها تتلاعب في عملتها المحلية، وهذا كان سبب قوي للحرب التجارية مع الصين، ومن ثم الآن بدأ الاتفاق بهذه البنود مع الولايات المتحدة. فالآن لا يمكن أيضا إجبار الاتحاد الأوروبي على الذهاب بهذا الطريق حتى نتوصل إلى اتفاق تجاري سليم أو اتفاق اقتصادي سليم. بالتالي يجب الوصول إلى هذه المحادثات، وأعتقد بين الطرفين إذا لم يصلوا في الفترة القريبة سيكون هناك نوعا ما نوع من التهدئة، ولكن مع طرح كل هذه الملفات على الطاولة أمام المسؤولين الصينيين. نعم سيد لطفي، يعني سيد لطفي استمعت إلى ضيفي من باريس، يعني ما هي الخطوط الحمراء لربما لدى بكين يعني بخصوص هذا الاتفاق؟ يعني تحدث عن أن الصين بحاجة لتقديم تنازلات. فأنا لا يعني الوضع معروف الآن، نتكلم عن تنازلات لأن هناك ربما من الجانبين، الصين يعني تمضي قدما في فتح اقتصادها، يعني رغم الأزمة التي يعيشها العالم ورغم يعني الكوفيد 19، الصين كل مرة يعني خطابات والسياسات الصينية الجديدة فيها دائما الانفتاح وهي تمضي قدما، وحتى في كوفيد معروف بعض المعلومات ربما
أن هناك حتى زيادة في الاستثمار للشركات الأمريكية داخل الصين، فيعني هناك تبقى الصين قوة اقتصادية، تبقى السلسلة الصناعية المتكاملة رقم واحد في العالم، تبقى لها ريادة فيما يعرف بسلسلة التوزيع العالمية. فهناك يعني السوق الصينية هي عبارة عن سوق كبيرة جدا، أكثر من 1.4 مليار شخص، وتبقى لديها قدرات. الآن هي تسير في وضع ضوابط، في وضع قوانين، ربما سرعة القوانين تأتي على مراحل، لكن من التأكيد أن الصين يعني هذا ما تكرره الصين كل مرة، بأن سوف يكون هناك انفتاح مستدام، وهناك يعني فتح الاستثمارات للشركات الأجنبية للاستثمار في الصين، وأيضا بناء هيكل صناعي وبناء هيكل صناعي عالمي جديد. يعني سيد لطفي تقصد انفتاح دون خطوط حمراء من قبل الصين؟ نعم، الانفتاح، وأيضا هي يعني هناك مشاورات بين الصين والاتحاد الأوروبي على إصلاح منظمة التجارة العالمية التي تعتبر الهيئة التنظيمية للتجارة في العالم. فكل هذه النقاط تمشي يعني في طريقها، ولكن يجب ربما هناك وقت، هناك تخوف، لا هناك تخوف ايضا ربما من الجانب الاوروبي، لان لا. اوروبي لان اوروبا الاداء الاقتصادي في اوروبا اليوم لا. ليس الاداء الاقتصادي الذي كان في سنوات التسعينات او بدايه الالفينات. اوروبا اليوم تعاني لا. من مشاكل متعدده الابعاد، وهذا يعود على اقتصادها، لهذا ربما هي تنعزل في الحمائيه في الوقت الذي الصين تذهب فيه للانفتاح، وايضا في اعطاء ديناميكيه جديده. فيعني لو نتكلم مثلا على الاشياء التي يتكلم عنها البعد التكنولوجي، مثلا الان الشركات الصينيه الفائقه التكنولوجيا تعاني في اوروبا، مثل شركات الاتصالات العالميه او ما يعرف بالجيل الخامس، هناك عراقيل توضع امام وصلت الشركات الفكرة سيد الصينيه لكن الصين. أعتذر، لكن الوقت المخصص لهذا الملف انتهى. إذا ضيفي من بكين الإعلامي بإذاعة الصين الدولية السيد لطفي مقدم، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لضيفي من باريس المستشار في العلاقات الدولية السيد ناصر زهير، شكرا جزيلا لكم.